أهلا بكم مشاهدينا في تغطيتنا الاقتصادية. يبدو أن طرح شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر بعائد 25% تؤتي ثمارها مع حدوث انخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في مختلف البنوك، وأيضا تراجع سعر الذهب بمختلف أعيرته، والتفاصيل في تغطيتنا. انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية، وانخفض الدولار مرتين، في المرة الأولى فقد 2.25 جنيه دفعة واحدة ثم 25 قرشا ليهبط بإجمالي 2.5 جنيه ويسجل اليوم الأحد عند 29.55 جنيه. وكان سعر الدولار مقابل الجنيه قد وصل 32.05 الأربعاء 11 يناير، ويعتبر هذا السعر أعلى سعر وصل له سعر الدولار. وشهدت السوق السوداء إجراءات لدولة المحاصرة السوق الموازية. أيضا وصل سعر الدولار بالبنك المركزي 29.52 جنيه للشراء و 29.61 بعد 29.74 جنيه للبيع، كما سجل في بنك قناة السويس 29.50 للشراء و 29.60 للبيع. أما البنك الأهلي فسجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 29.55 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم، وفي بنك مصر عند 29.50 جنيه للشراء. أيضا سجل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري 29.65 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي، وكان أقل سعر لي في البنك الأهلي للشراء فسجل 29.50 جنيه. وبننتقل مع حضراتكم إلى أسعار الذهب، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد مقارنة بأسعار الأربعاء الماضي والذي سجل فيه أعلى سعر، ووصل عيار 21 نحو 1950 جنيه. أما اليوم الأحد فسجل عيار 21 مقارنة بأعلى سعر 1815 جنيه للجرام، وسجل عيار 18556 جنيه، وبلغ عيار 24297 جنيه دون مصنعية، بينما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12037 جنيه للبيع وعيار 14210 جنيها للبيع. والجدير بالذكر أنه اتجه بعض الأشخاص لبيع الدولار وشراء شهادات الادخار الجديدة ذات عائد 25% من بنكي الأهلي ومصر، ويرجع البعض انخفاض سعر الذهب أيضا لشراء شهادات الادخار هذه. وكان نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نصح المقبلين على الزواج بسرعة شراء الذهب لأنه قابل للزيادة. وأعلن أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن البورصة بصدد إطلاق أول صندوق استثمار الذهب في مصر الشهر المقبل، وأضاف سيتم التداول بشكل منظم مختلف عن تداول الذهب بالصورة النمطية في السوق الحالية. وعلى المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب استقراراً لتسجل سعر الأوقية اليوم 1920 دولاراً بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية للذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية، وسجل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام 1920.13 دولاراً. مشاهدينا، هذه كانت تفاصيل أسعار الدولار والذهب اليوم. بنتمنى حالة اقتصادية أفضل. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.